أصدقائي أهلا وسهلا فيكم بقناة بوشي تي في. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس واعملوا لي لايك للفيديو وانشروا بين رفقاتكم. رح نحكي اليوم عن أبرز الأحداث اللي رح تصير بمسلسل عروس بيضو الجزء الثاني الحلقة 75. طلال بيجي للمنزل ما بيلاقي داليا، بتتصل عليه يارا وبتعتذر على عدم رده على اتصاله بسبب انشغاله. فبيسأل طلال عن ليش ظهرت هلأ من جديد بحياة فارس وشو اللي بدها اياه، فبتقله انه هي هدفها الشغل فقط وما بدها الماضي يأثر عليها. بيقول طلال انه هلأ علينا مناقشة هيدا الامر وجه لوجه وبيتفق معه على اللقاء بصباح اليوم التالي. بتيجي داليا بالوقت الخطأ وبتسمع وقت اتفق طلال مع يارا على موعد اللقاء. داليا بتمسي انه هي اجت هلأ وبتسأل طلال مين اللي اتصل، فبرد عليها انه فارس. وهون داليا بتشعر بغضب شديد بداخلها وبيحكي لها انه عندها عشاء عمل بالليل ورح يتأخر. ثريا بتسأل فارس عن سبب غضبه من خليل وهل هو السبب عرض الشغل الجديد، فبيقول لها انه العمل ما بيجعله خاضب من خليل. داليا بتتصل على ثريا وبتحكي لها انه طلال عم يخونها وهي سمعته وهو عم يتفق مع مرة تانية وقام يكذب عليها. ثريا بتحاول انه تخفف عن خالتها وانه طلال من غير الممكن انه يخونها، لكن داليا بتحداها انه تروح معها مشان تكشف الحقيقة وانه رح تكون شاهد معها اثناء الطلاق. بالمساء بيتجهز الجميع وتيجي عائلة عادل والكل وبينصدم من زوج سيرين وبيكون الموقف مضحك للجميع. زوج سيرين بيبلش بالحكي عن طريقة تعارفه والكثير من الأمور، فالكل بيكون عم يضحك عليه هون بالسر. بيبلش النقاش بموضوع مكان زواج عبير وهادي، وتختلف سيرين مع ليلى كثير. آدم بيطلب من سارة أنه يفكروا بموضوع طفل لإلون، وسارة بتحكي له أنه الأمور بتحتاج إلى تفكير، وآدم بيطلب منه أنه تثق فيه وأنه من حقه أنه يشعر بالأبوة. بقصر الضاهر بيروح خليل للمطبخ مشان يشرب المي، وبتلحقه سيرين بتبلش تتغزل فيه بجرأة كبيرة وخليل بينصدم. داليا بتطلب من طلال أنه يفطر معه، لكنه بيقلها أنه عنده اجتماع مهم، وهون داليا بتشعر بالغضب. وليلى بتبقى بتتجاهل عادل طوال السهرة، وعادل بيشعر بالانزعاج. بيجوا ثريا وسارة وداليا لمكان المطعم اللي راح يجتمع فيه طلال مع يارا، وسارة وثريا بياخدوا الموضوع بسخرية إلا داليا. بيجي طلال على الموعد تلحقه يارا، وهون بتحدث المفاجأة لأنه ثريا بتعرفها. بتبلش ثريا تشعر أنه الموضوع مانو بخيانة طلال وأنه الخائن هو فارس وتنصدم كتير.